شهد قطاع الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات تحولاً جذرياً من ناحية جودة المنتج، الكفاءة التشغيلية، وكذلك الابتكار التكنولوجي. نحن في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة متواجدون في معرض آيدكس 2023 لنستعرض فيها جهود الوزارة في دعم وتمكين الصناعات الدفاعية، نبرز فيها المزايا التنافسية الموجودة في دولة الإمارات لدعم هذا القطاع بالتحديد، وكذلك الفرص الاستثمارية ضمن مبادرة اصنع في الإمارات وبرنامج القيمة الوطنية المضافة.